بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبناء الشعب العراقي العظيم، يا أبناء شعبنا الأكراد والعرب في كل واد وجبل، كلنا لهذا العراق وطن واحد وشعب واحد وهدف واحد. أما آن الأوان لهذا الفارس أن يترجل من هموم الدهر والظلم المؤبد. أما آن الأوان لهذا الفارس الجريح أن يستكين وأن يشق درب العلم واليقين. يا أبناء شعبنا العراق الأصيل، إن كل مساعي الحكومة الظالمة ما هي إلا تأجيج وتضليل. حكومتنا لا تعرف كيف تقود هذا البلد، ولا تعرف أن تقود خير هذا البلد، ولا تعرف الحق من الباطل. أيا حكومة ضحكت الأمم من جهلها، حكومتنا لا تريد لهذا الشعب الأصيل سوى أن يبقى متأخرا عن دول العالم، وتريد له أن يبقى طويلا في عبودية والظلام. لا والله والعباس، لا نرضى حتى يشيب الرأس لهذا الأرض أن تداس وأن تباع الأوغاد والأنجاس. أيها الشعب العراقي الأصيل، أما آن الأوان أن ترفع هذا اللجام عن الفارس. لماذا لا يكون الأطفال في مدارسهم؟ لماذا لا يكون العامل في مصنعه؟ ولماذا لا تكون المرأة حرة ومتعلمة؟ لماذا يكون كبار السن بلا مأوى لهم؟ لماذا لا يوجد طعام ولا شراب ولا صحة ولا داء ولا حرية فكر ولا رأي ولا نظام؟ لماذا سلبت الطفولة من طفولتها؟ أما آن الأوان أن يعود المغتربون إلى الأوطان والأهل والأخوان. أيها المواطنون الشرفاء، من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، لقد كان طريقا طويلا عليكم، والآن وصل الشعب العراقي إلى بر الأمان. أنا أعرف ذلك، إنه كان دربا شاقا وطويلا مر به أبناء شعبنا العظيم، وسينقضي بإذن الله. نحن اليوم نفتح العراق من جديد، نبنيه من جديد، ونتحد من جديد، ونعيد تراث أمجادنا المجيد. اليوم والآن وغدا، لا فرق بين كل الطوائف والمعتقدات، لا فرق بين أبيض ولا أسود، ولا فرق بين اللغة والدين والمعتقد. سنعيد الدل والديوان والمضيف، وسنعيد كل بعيد عن وطنه العراق. أيها الشعب العراقي النجيب، لقد تم ترشيح لرئاسة الجمهورية العراقية أنا السيدة مريم الفالح، لأكون الواجهة المشرقة لكم والمتكلم الناطق الرسمي باسمكم في كل دول العالم، وأن ألبي كل ما يتمناه أبناء شعبي الكريم، وسأكون عونا ودعما وسندا لكم، وسأقوم بنقل كل الحضارة والتقدم في العالم إلى العراق، وأرتقي بالعراق بالمستوى العالمي في كل مجالات الحياة، وسأقوم برفع الرواتب للجيش والقوات المسلحة مع كافة حقوقهم ومخصصاتهم، وجعل أبناء الشعب العراقي بالحصول على الوظائف بكل المجالات، وإتاحة التعليم في كل مجالاته مجانا، وإعادة أبناء العراق من البنى التحتية، واستثمار جميع موارد العراق العامة. والله على ما أقول شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.